الكولوسيوم هو أكبر مدرج بيضاوي في كل الإمبراطورية الرومانية، وهذا كان هدف المبنى، أن الرومان كانوا يبغون يبنون أكبر مدرج في العالم القديم. مبنى الكولوسيوم كان ممكن يجلس فيه أكثر من 50,000 شخص بالراحة، وهذا سبب كونه من عجائب العالم القديم. وكان الناس يزورون أو يتجهون للكولوسيوم لمشاهدة فعاليات ترفيهية وثقافية مختلفة في وسط صحن الكولوسيوم بهدف إسعاد المواطنين. الكولوسيوم مصنوع من خرسانة ورخام، وأيضاً هنا تقدرون تشوفون تأثير حضارة اليونان القديمة عليهم باستعمالهم الأعمدة في البناء. خلونا نتأمل ملعب رياضي مدرج في المملكة اللي هو ملعب الجوهرة، وهو تحفة معمارية حديثة يسمى ملعب الملك عبدالله الدولي باسم الجوهرة المشعة، نظراً لتشابه تصميمه مع الجوهرة المشعة، إلا أن الأضواء الكثيرة والأنوار المميزة عليه من الخارج تضيف عليها المزيد من الجمال، خاصة في فترة المساء. وزينت جدران هذا الصرح الرياضي الكبير بالنقوشات الفنية والعربية الجميلة والمميزة للغاية. عمود النصر الروماني، والمعروف أيضاً بعمود تراجان. عمود تراجان مصنوع من الخرسانة والرخام. مين تراجان؟ هو كان أول إمبراطور روماني حكم دولة الرومان، بس كان من أصول غير إيطالية. عادة الإمبراطور الروماني كان من إيطاليا قاعدة الدولة، لكن تراجان كان أول إمبراطور غير إيطالي، وهذا الشيء كان سابقة. وحاول تراجان أن يظهر من خلال الفن، نرى أهم إنجازاته لأنها مرصوصة على العمود الشامخ الطويل بطريقة تسلسلية من المهم للأهم بنحت فني متقن ودقيق. وهنا نقدر نقول أن الفن من فوائده هي تعميق الانتماء وتوثيق الإنجازات والمشروعات التنموية الضخمة في الأمم والحضارات.